والساحة المحلية والعربية والإسلامية وكل الساحات العالمية تؤدي شهادة صارخة بأن الإصلاح خير للجميع وأن الإفساد فيه مقتلة للكل وتدمير لمكونات المجتمع والأوطان. ولا زالت الساحة العربية خاضعة في صراعاتها الحالية لإرادة الخارج وتدخلاتها السافرة، ولا زالت روح الاستئثار والنفوذ والتفرد بالحكم والسيطرة المطلقة عند مختلف الأطراف هو الشيء السائد والمحرك الظاهر للصراع. ولا زالت الدماء تنزف والجراح تتعمق والثروات تهدر والعداوات تتسع والقتال في استمرار. لا مخرج كذلك ولا حل يمكن له أن يحقق صورة من التوافق القادر على الصمود على الأرض والتمتع بدرجة من الثبات إلا حل المصالحة القائم على الرضا ولو تسليما للأمر الواقع. ومن دون ذلك فالنتائج كارثية على الكل في كل بلادنا العربية. ومن دون ذلك فالنتائج كارثية على الكل إلى حد بعيد جدا، ومن النوع الذي يهدد وجود هذه البلدان ووجود الأمة ويفتح أبواب الخطر غير المحدود على واقعها وهويتها.